الترند بتاعنا النهارده هيكون فيه عده اخبار اترصدت خلال الاسبوع هنتعرف عليها دلوقتي. الوزراء لا صحه لظهور حالات مصابه بفيروس كورونا. بعد ان تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل صوتيه بتحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، قام المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي الصحه والسكان والتربيه والتعليم الفني، واكدت الوزارتان انه لا صحه لظهور اي حالات مصابه بفيروس كورونا بين طلاب المدارس، وان جميع المدارس بكافه المحافظات الجمهوريه تكون خاليه تماما من اي فيروس، وان هناك شفافيه كامله في التعامل مع اي حالات مشتبهه بالاصابه. وشددت على انه تم اتخاذ سلسله من التدابير الاحترازيه والاجراءات الوقائيه لمواجهه اي امراض معديه، وذلك في اطار حرص الدوله على سلامه وصحه جميع الطلاب من الامراض والاوبئه. الصحة: تحليل الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا جاء سلبيا. أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية عن أن نتيجة تحليل البي سي آر للحالة المصابة بفيروس كورونا جاء سلبيا. أثناء تواجده في مصر جاءت الحالة بتاعته تكون سلبية بعد إجراء كافة التحاليل المراد تحليلها، وذلك بعد 48 ساعة من دخول المستشفى المخصص للعزل. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية تم إجراء تحليل البي سي آر له، وتحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة 6 مرات على مدار 3 أيام متتالية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية والحمد لله. مضيفا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفريق الطبي على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث أن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال ذلك الأيام والحمد لله.